السلام عليكم يا إخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتي اللي غادي يكون اليوم إن شاء الله في باغي 25 في 15 خويو اللي غتكون مشاركة. كملاحظة كنشوفوا أن دائما فاست تايم هو المرشح، والأدميرال آس هو الثاني، والبيلو جيبسون هو الثالث، والسايانورا هو الخامس، ورقم 8 غيكون كعود 5 فافوري، والآن كعود 6 فافوري، والناف كعود 7، وكذلك 7 كعود 8، 2 4 6 8 7 غيكون كعود 8، فرانك نيفار غيكون غادي ب 16، وهيليو دوكا هو رقم 10 اللي غيكون كعود 9 ب 20، وغادي يلصق على 12 العود الديليسي فيري غيكون كأونزيام، والعود اللي غيكون في المرتبة 12 هو الايسلاند فالز. هذا هو النون سيتي ديال لاكورس. خيول ديال الوالن غيكون غادي ب 29. الشيء الاخر ما كنتوقعوش والله اعلم. المهم الاخوان، راه الكات والطروا والسانكوز تنظن انها الخيول الى جات تما راه ما كاين ربح، ما كاين ربح، الغوات الغوات وصافي. مي الى طلع مثلا شويه الكورسه جات مشكله وماتوا، على الاقل على الاقل 4 3 2 5 يخسروا جوج ويبقاو جوج. اما لا جاوا 4 و3 و2 و5 راه على كل حال غنحطوا واحد لا سيليكسيون اخوان، 2 4 7 ديال الخيل هما هادو، طروه والان والسانك والويت والدو والاونز والكات، يعني كل شيء من الخيول الاترونجيه، وحطينا ذاك الكات لا حطينا كعود سانكي كاخر عود، لانه انا ما معولش عليه فلون دون لي تروا بريمي. كاينين الناس اللي تيقول لك راه كاين بلا يقدر يحلف لك عليه، انا ما غاديش نقول لك راه كاين ولا ما كاينش 100%. الكات تيبقى عود فافوري خصو يتلعب، اوبليغاتوار خصو يتلعب، يعني يقدر يكونفيرمي لينا الكانتي كأنا كنتوقعو كعود كاتريام أو لا سانكيام أو لا حتى سيزيام. بروميير بلاس ما كنتوقعش الرقم 4، وحتى دوزيام بلاس ما كنتوقعوش، ربما حتى تروازيام راه ما كنتوقعوش، كاتريام سانكيام اللور. هذا هو التوقع ديالي والله أعلم. هادشي اللي عندي الإخوان، أعانكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.